تمكنت عاصي فرقة مكافحة تهريب المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عندي مشهد من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب المخدرات متكونة من 5 أشخاص. هذه العملية جاءت نتيجة استغلال معلومات مؤكدة تفيد بالنشاط المشبوه لأفراد الشبكة مختصين في تهريب المخدرات انطلاقا من الشرائط الحدودية لولاية نمسان مرورا بضائط بنصاب ولاية عين تيمشان إلى غاية ولاية بجاية. على إثر ذلك تم تكثيف التحريات وبعد إعداد خطة محكمة ومراقبة تحركاتهم وبموجب إذن بتمديد اختصاص لدى محكمة سبدو ولاية نمسان تم توقيف أحد أفرادها وهو في حال تلبس بحوزة 8 كيلوغرام و700 غرام من الكيف المعالج.